إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. إحنا الآن كنتواجدوا في منطقة التشارك مع السيدة مينا بائعة السمك. اللي كتعاني هي والزوج ديالها والأطفال ديالها، الزوج ديالها مريض مرض السل، كانت مهددة بالتشرد قبل أيام، ولكن ولله الحمد كيف ما كتشوفوا هي عندها غير واحد سكن عشوائي، كانت مهددة أنها تشرد وأنها يريب ليها، ولكن الحمد لله ما رابش. فالشكر للسلطات المحلية اللي رعات الظروف ديال هاد السيدة، الله يدير لها شي تاويل ديال الخير. هي الآن بغات توجه نداء للمحسنين باش يتعاونوا معها وتعاونوا مع وليداتها، أنها هي المعيلة الوحيدة للأسرة. الزوج مريض بمرض السل، مرض مزمن، ما كتقدرش تخلي حدا حتى الوليدات لانه مرض معدي، وهي المعيله الوحيده للاسره. هو ما يقدرش بطبيعه الحال يخدم، الله يحسن العون كل واحد. وكيفاش كتب لي الله سبحانه وتعالى انه ياكل طرف ديال الخبز. شحال عندك دوليدة اختي مينا؟ اربعه. وكانت توفات لك شي بنيه؟ وفات لها بنيتها بمرض السل لانها تعادت من الاب ديالها، الله يعاونها على وليداتها. اكيد غنحاولوا اننا نحطوا الرقم ديال الاخت امينه من اجل باش يساعدوها الناس ان شاء الله. سيده مكافحه كتاكل طرف ديال الخبز بالحلال. اكيد غادي نحطوا الرقم ديالها، اكيد غادي نحطوا الرقم ديالها من اجل اللي بغى يساعدها وبغى يساعد الوليدات ديالها. هذا هو الرقم، غادي نحطوه اختي مينا ضروري، غادي نحط الرقم ديالك ونحطوه في الغوبورتاج. الله يعاونها ويكون معها يا رب، الله يسهل عليها في رمضان، امين. ربما مع البرد كتبان البوطه هكاك، كتعذبي اختي مينا، كتضربي تماره. الحمد لله الحمد لله. انا درنا السكر ما كاينش اللي حتى كلو يغلي. انت دابا اللي هزه وليداتك اختي، الزوج ديالك مريض ما كيقدرش يعاون مع الدراري، ولكن ما كيقدرش يتصنادق ما يتصقل. تحيه لك اختي مينا، الناس كلهم كيسولوا على الرقم ديالك اللي اكيد غادي نحطوه ان شاء الله باش يقدروا يساعدوك. الله يفاجئك على خاطرك. امين امين يا رب. سعيد اذا مشاهدي قناه شوف تيفي، بعد قليل غنتعرفوا على القصه ديال امينه اللي جمع لها انتم هاد القطيطات، لانها كتبي الحوت اكيد غيكونوا حداها هاد القطط جميع الاشكال والانواع. واللي اكيد كون ما كانش شكرا بارك الله فيك، شكرا. الله يبارك فيك. مسكينه حنا دابا وقفنا حداها غير واحد شويه، شفناها كاين اللي ما عندوش فلوس كتعطيه فابور، كاين كيجيو عندها هي يا ما عندهاش، وكيجيو عندها ناس حتى هما
اكثر منها وكتعطيهم بلا ما كتحاسب معاهم. شحال من واحد وقفنا جا قال ليها ما عنديش اختي مينا وعطاته مسكينه الله يكون معاها. هادو هما النساء اللي كيستحقوا التحيه والتقدير. لا لا صافي غير عطيها شوفي غير عطي هاي ده عامرين واخ راه كاينه البلاستيكه معليش راه كتحيد هي عطيها تشدو حيت كاينه البلاستيكه حيت الميكا كنبدلوها اي حيدي الكار اي حيدي مزيان سميتك باش باش ديري انا راه سخفت من الساق الصباح وانا فايق نوقف ولا مقابل لا غير خليك اختي غير خليك بلا ما توقفي عندك غير تحك داك الحوت هذا الاخر صافي حيدي ديك اه حيدي ديك القليه الاخرى باش تهضري على خاطرك امين امين بقى خضر شطه على كتشي اذا اختي امينه رمضان مبارك سعيد اختي امينه شنو هي الظروف ديالك وشنو هي القصه ديالك وشنو اللي خلاك انك تخرجي تخدمي تقلي الحوت قلت شي وليدات الدار والرجعيه وانا تنحن وعيشه بحال في الزنقه عيشه بحال في الزنقه لا عيشه محن بزاف محن بزاف نحن بزاف بلاد نبغى نعومهم نحن البيت كنعسو فيه ما كيفيه الصل كنعسونا كيبقى الشاقل ولي نتجنب من انا ولادي نحن زادو تعامينا من هنا نحن هاد البيت هذا زدتيه علاش زدتيه؟ هذاك بيت فيه هو فيه السن عندنا بيت صغير ديال الوراثة باقي فيه الوراثة ديالهم وأنا قلت نزيد بيت نبرك فيه بلا وقت نسمع صوت الوراثة والمشاكل ديالهم وغيعادوا لي ولادي وحنا ماتت بيه كيفاش نعاديهم الطبيبة تقول لي بعدي منهم نعسي في الخلع وبعدي منه راه غتمرضوا ماتلكش بنيتها تزوج؟ اه ماتت لي بنت كالوردة ماتت عندها عامين ونص فهمتها بنت كالوردة ما دابا انتي كتحاولي انك تنعسي في هذا البيت القطره عليك ما عندوش حتى الباب دابا كتقول لي بعديهم على ولادك بعديهم راه غيتصاب وكيفاش تعيشوا في بيت واحد وتقتلي هذوك الربع كيفاش كنهار بنيت قليل الحوت في هذاك العام وبنيت بيت ودرت لي القصدير وبركنا دابا انتي عايشه من الحوت عايشه من الحوت ملي كان من العام لعام كنروج منه هو اللي كندير بالحوت كديري غير في رمضان انا رمضان رمضان وفي العام الاخر في الباقي ديال العام شنو كديري؟ عندك الرميد اختي مينا استفدتي من الرميد الحمد لله جا في الملك وجا في كل شيء عسى عسى سيدنا الله ينصر سيدنا والله يسهل على هذو اللي واقفين معانا وجدتهم الله يسهل وليداتك تيقراو اختي مينا وليداتك تيقراو تيقراو صغار اللي ما عنديش باش نقرا بالفلوس وبربعه كيقرا ثلاثه كيقراو ودابا ما عندي لا تليفون لا تلفازه شاده الاذاعه حبابي كنقول لهم اجي تقراو يقولوا لي ما عندناش كلشي عندهم تليفون كاع الناس لقاوش معاهم في وقتهم حتى واحد ما بغا يوقف شغال تلفاز على والو ولادك ما كيقراوش دابا والو باركين كاع الناس يقراو كاع الجيران يقراو كلهم باركين حتى وحده ما كتقول لك نجيب ولادي يقراو مع ولادك كلشي مخلوع كلشي دابا هما باركين ضايعين بثلاثة وخرى تقرا في الرابع كبيرة وخرى في الثالث والاخر في التحضيري كلهم ما كيهزوش السيرة كيلقاو وجهة الله كنقول لك تقرا قولوا لي في نوار التليفون كاع الناس كيقراو